على مر السنين غطت برامج دعم وتمويل الاتحاد الأوروبي العديد من القطاعات المتنوعة في المجتمع الفلسطيني، بما في ذلك التعليم والصحة ودعم المرأة والطفل وأيضا الثقافة والفن وقطاعات أخرى. أحد المشاريع التي تم دعمها من قبل الاتحاد الأوروبي. جمعية نجمة بيت لحم الخيرية تؤمن بالمساواة العادلة في المجتمع، نشتغل على ثلاث برامج أساسية اللي هو برنامج المسنين، بنقدم الرعاية النهارية والأمور الصحية بشكل عام للمسنين. البرنامج الثاني اللي هو برنامج توعية المرأة بحقوقها في بشكل عام وحقوقها في سوق العمل. البرنامج الثالث اللي مركز عليه اللي هو تنمية الشباب والشابات لدخول سوق العمل، تمكينهم اقتصاديا واجتماعيا من خلال تقديم المهارات المهنية اللي يكونوا قادرين على دخول سوق العمل بشكل فعال، ويكونوا مش بس دخول، هم منافسين في سوق العمل. المواضيع المهمة اللي دائماً بلقي الضوء عليها بأفلامي ومحتواي هي قضايا المرأة الفلسطينية وحقوقها وحريتها، وبعتقد أن حرية واستقلال المرأة اقتصادياً هي إحدى أقوى الطرق لدعم وتمكين المرأة للحصول على استقلالها، ولهذا السبب قمت باختيار هذه الجمعية للتحدث عنها. احنا كجمعية خيرية بنعقد العديد من الشراكات، من ضمن هاي الشراكات كان الاتحاد الأوروبي اللي ساعدنا التخلص من الفقر والبطالة. هدفنا من الشراكات ندعم النساء الفلسطينيات، ندعمهم من خلال تمكينهم سواء تدريب مهني أكاديمي، فتح مشاريع لهم، مساعدتهم في من خلال مواد غذائية، مساعدتهم علاجات طبية لأطفالهم. فكتير ساعدنا مشروع الاتحاد الأوروبي أنه نساعد المرأة الفلسطينية اللي بتستحق المساعدة. من خلال جمعية نجمة بيت لحم تم تخريج أكثر من 440 متدرب وأكثر من 500 امرأة و160 مسن استفادوا من نشاطات المؤسسة سنويا، وبنفس الوقت تم إنشاء 100 مشروع فردي لعدة أفراد. خليني أفرجيكم. أنا إنجي، عمري 24 سنة، اتدربت في جمعية نجمة بيت لحم، ومن خلال هاي الجمعية قدرت أني أحصل على التدريب والشغل المناسب. بعد ما خلصت مشواري في الجمعية قدرت أني أفتح مشروع الخاص اللي بقدر من خلاله أكون مستقلة وأقدر أني أوفر احتياجاتي الخاصة. مرحبا، أنا عيسى خير. قطاع التجميل في فلسطين مش بس مقتصر على الإناث فقط وكمان على الذكور، وأنا بحب شغلي كثير، ومن خلال التدريبات والنشاطات من جمعية نجمة بيت لحم قدرت أفتح صالوني الخاص وأكمل بمشروعي وأكبر وأتطور أكثر وأكثر. رسالتي اليوم هي تكرار لفكرة بالغة الأهمية عن مكانة المرأة في المجتمع الفلسطيني، وخصيصا في زمن جائحة فيروس كورونا. بسبب تعرض العديد من الإناث للعنف والتهميش، لذلك أصبح دعم هذه القطاعات المعنية بتمكين ودعم المرأة واجبنا وبحاجة إلى دعم أكبر ومستمر.